الحمد لله نقضت عشية، ما ناكلش راني نموت مضبع. يلا ممكن اشوف شيراتكم جماعة، ممكن اشوف شيراتكم لللايف، شيراتكم وتكبيسكم. جيبولي اشرف، شيراتكم وتكبيسكم وجيبولي اشرف. الكلنا نشير اللايف، الكلنا نشير مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة. مازال اشرف قال نص ساعة على الجولة. طيب الكلنا مادام جي اشرف الكلنا نشيره، الكلنا نشيره على الاقل، عقل جولة يعني اوكي خفيفة لطيفة، جولة بس قلوب. اوكي جولة بس قلوب، حابة قبلها ألعب جولتين ثلاثة نكونوا متحمسين ونكونوا موجودين في الشيرات، نكونوا فاهمين بعض. حبيت افتح قبل بنص ساعة اخبركم نشير مع بعض، نوصلوا قبل ما تيجي الجولة. خلينا ننزل فيديو تيك توك. يلا كيف اشيلوا هذا؟ هكا ولا هيك؟ خلينا ننزل فيديو. على فكرة انت اللي مزود. انا لايف تيك توك نص ساعة وتبلش الجولة جماعة، جولة بس قلوب، بس قلوب. تعال اكبس على اسمي هون وتعال لايف نص ساعة وتبلش الجولة. انا ضحى ضحى بالله عليك ندخل مطفي؟ لا خليهم عندك لما مطفي. شوفوا نحب نوصل 50,000 شير قبل ما تبلش الجولة، 50,000 شير. لا سيادة في وجود القيادة. انا لايف تيك توك نص ساعة وتبلش الجولة جماعة، جولة بس قلوب جماعة. بعد ساعتين بالضبط ولا نزل ولا ما نزل؟ نزل ولا ما نزل؟ ما بشير انا جماعة ولا بنزل فيديوهات طبعا. شو ماله هو اشرف؟ شو ماله حسابه اليوم؟ انا والله مخي مش فوقي انا، والله اليوم مخي اليوم. برافو هو، برافو ضحى اليوم، برافو ضحى. اي مش نحكي لكم شنو عامل ضحى اليوم، واحنا نحكيو. شفتوا السهم هذا؟ السهم هذا يتشير مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، وأنا بحكي لكم وثلاثة كبسات على الشاشة قبل ما نبلشوا جولتنا. على الأقل 3-4 مليون تكبيسة، وعلى الأقل يكون في شيرات حلوين جماعة. هاي السهم هذا ناس خرابت مرة واثنين وثلاثة. يطلع لي مين يعمل ناس خرابت؟ يطلع لي مين يعمل ناس خرابت؟ هيني بشوف فيكم، يطلع لي مين يعمل ناس خرابت؟ مرة واثنين وثلاثة، وابعثوا لأصحابكم، شيروا البث لأصحابكم، شير البث لأصحابك، شير البث لخالاتك، شير البث لخوالك. باه قمت 8:45 افطرت فطور صباح. مستر زي عندي جولة يا مستر زي بعد نص ساعة. باه قمت 7:30 تاع الصباح، جولة بس قلوب يا مستر زي، يعني لازم قلوب. يعني شفت القلب اللي بعثته لازم تبعثوا لي في الجولة. شفتوا جماعة بعدين ما ترموا ولا شيء، أصلا ما تقدروا ترموا، تبعثوا بس نفس القلب اللي بعثه مستر زي. بعد نص ساعة بالضبط، بعد شو نصف ساعة بالضبط، بس جولة قلوب، بس جولة قلوب. تحدينا هو، تحدينا أشرف، وصراحة راح يكون عنده داعمين وراح يكون بثه قوي، لكن أنا عندي ثقة فيكم. والله ما شيرت لحد، والله ما حكيت لحد، والله ما بعثت، ونزلت قبل شوية ستوري، معناها في ستوري على التيك توك. بس اللي راح يوقفوا معانا مستحيل ننسوا وقفتهم معانا، وشكرا للي شيروا، وشكرا للي واقفين معانا من البداية. بعد نصف ساعة بالضبط، يعني ساعة أشرف عم أشرف عنده قفازات هو، يلم في القفازات. كيف اجمع قفازات؟ يعني العب جولات جماعة؟ يعني العب جولات اجمع قفازات؟ حل جولات به، خلينا نفتح جولات باش نفوزوا.
هي تسيرين، تعالوا نفوز عليها. هاي رفضتني. أنا الما حدا وبرفوق رصاص محملات، أنا المملوح لجروحي كبر حيلة. اليوم تصميم، إن شاء الله نفوز، إن شاء الله. يعني أنا ل... به قلت لكم قمت سبعة ونص فطرت وهزيت صاحبتي أنس وصلتها للمحطة. لا قمنا ثمانية فطرنا كل شيء، ما خرجنا من الدار إلا التسعة ونص العشرة، هزيتها للمحطة. لحديش مشينا للسوق في جيبس، مشينا شينا لبسة، مشيت شريت لبسة. ها هي ذي شريتها، أقل قد سومها 30 دينار كاملة، أكيد شفتها في ستوريات ب 30 بالمريول وكاملة 30 دينار كاملة. أصلا هي تقولي سوم قلناها، قالت لي 30 أما خفيفة هي راهي، أصلا متاع وقت طو بصراحة سخانة في جيبس ب 30 دينار. تعرفوا يعني كم بالأردني نفس اللبسة كاملة هذه جماعة؟ كم بالأردني؟ 5 ليرات. 5 ليرات. لا مش 5 ليرات. متى الجولة؟ بعد نص ساعة. أجر في جمع في قفة زيت، عشر في جمع في قفة زيت. مع مين نلعب عشان أجمع قفة زيت؟ ثويني لازم ملعب مع خصم ضعيف ولا خصم قوي؟ فهموني فهموني، مش فهمة شي، فهموني. خل نجيب سيرين، علاش ترفض فيا؟ مش بعزيها. نشير اللايف عاد جماعة، يلا نشير البث مرة واثنين وثلاث عاد. طيب هو يلم يجمع في قفة زيت، روحوا جيبوا قفة زيت من أماكن أخرين. شيرونا البث يا جماعة بالله، شيرونا، نحب نفوز والله، نحب نفوز والله. هيا المصممين عاد جهزونا حالكم، ولكلكم لكلكم نشيروا البث. حتى توا نزلوا تصاميم جماعة، حتى هلأ نزلوا تصاميم، بلكي تطلع اكسبلور تصاميم هلأ بعد نص ساعة نفوز، فهمتوا؟ توا الكل هتشير، الكلنا توا قوتنا في الشيرات. أي جولة شنية؟ لا لا لا، لازم القفاز، القفاز من عندك. اي جوله في قفازات هيقدر ياخدها لازم قفازات. طيب طيب والله ما عندي. مع مين الجوله؟ مع اشرف. عندي ولا حد ألعب معاه. نجيب 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 شكون هيك؟ لقيت واحدة حسولي عندي بعد. بليش يطلع لي معلق يا جماعة؟ مو معلق عادي. كانت الجولة مبينة، كانت الجولة مبينة. لحظة لحظة، شايف صابرين عادي اي مبينة. كانت مبينة يعني. طيب جماعة المشرفين اللي عندي، اذا يكون البث عندكم تمام، يعني انتم تكونوا تشوفوا في البث تمام، لما تشوفوا تعليقات علق علق شيلوهم لي، والله يوتروني اعصابي ذوكما ذوكما. انا تسبني ولا تقولي علق؟ بالله اللي يقول علق شيلوه، كعملوا له كتم. انا قلت لكم مش مرة عملوا كتم،
اللي يقول لكم مع يوتر لي يعني بقول بقول البث نازل بقول شيء يلا نرجع عن شيء يلا لا ما بيع له كل شيء تمام ان شاء الله يطلع كل شيء تمام مش نطلع جولة تقولوا لي لا بيعلق 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 تعالي خلينا نلعب ضد رشوش ادعم وادعم وكبس اطلعوا لي مرة قاعدين بكفي مرة قاعدين بقهوة بتقعدوش في الدورنتو شو دخلك انت مرة في دبي مرة في الامارات مرة في البحرين مصاري 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 بتسافر بتسافر في مرات بتغيب بتضل ما تعملش ستوريات نهارين بتغيب الله أعلم وين تروح في الإمارات هناك والله غيرني بعمل اللي بدي إياه حدا إله عندي بتغيب 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 لو حدا إله عندي أني زلم هامل حدا إله عندي يرجع عنا جماعة أني بعتر قدام متابعيني إني زلم هامل أني زلم هامل لا ما غير ما تقول إحنا نعرف يعني ها ليش أنا بعتر قدام متابعيني أنا متابعيني عارفين بعض خلص أنا أجواءنا الخاصة بينا ما نحب نظهر على السوشيال ميديا أنت شو دخلت فينا؟ رحلة طيب وين الإنجازات؟ أنت إنجازاتك وين؟ ليش رايح للإمارات؟ أنا إنجازاتي إني أضل أفضح بيت أفضح بيت أنت تروح للإمارات صح؟ مش أنت رحت للإمارات لازم يكون في إنجازات لازم يكون في إعلانات لازم يكون في يوتيوب لازم يكون في شغل شو الإنجازات اللي رحت لها للإمارات؟ بيسعار طب أنا إلي شهر هون بس إلي شهر الإقامة لسه ما طلعتش مكوسي مكوسي برن علي قلبي يا ميكس دقيقة خلنا نعمل شي ميوت خلنا نرد على الميكس انت لايف يا قلبي لايف لايف يا عمري ميكس انا لايف يا حبيبي لايف لايف وينك انت يا قلبي وينك بستناك تفتح يا عمري يا عمرك عنكم يا خايدي شو اشتقتل له يا خايدي بكره دي جانبي انا اروح عنده يا عمرك يلا ارجعوا بثوا بثوا فيسبوك مع بعض ايش ارجعوا بثوا فيسبوك مع بعض شو دخلت انت بيني وبين صاحبي انت دخل بينا مش ما بترجعوا تبثوا مع بعض بنرجع نرجع معلش عادي عادي صاحبي 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 بلتمس له مليار عضو مش مليون شو صاحبك في الموضوع ترى صاحبك بيضل صاحبك شبيه الكاميرا لو سمحتي اسمع لو سمحتي بلا ميوت ارحم 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 يا تاج راسي والله اشتقت لك افتح 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 اليوم صار صباح يا اخوي يا اخوي صباح اليوم هاي صادينا كمان يا الله ما احلى ضحكه الانتصار حقيقتكم الاثنين لا تنافقوني قدام الكاميرا ترى كلمه ثانيه بفضح كل شيء تا يلعب العب ما فيش ما بلعب ما بلعب ما بلعب يا قلبي يا عمر تحكم مع بعضكم كيكه في الخاص انتوما فرجينا رسائلكم فرجينا فرجينا رسائلكم اذا انت مره قلت له يا عمري يا قلبي اكثر شيء انتم بتحكوا يا عمري وقلبوا مع بعض انا تعالي افرجيش رسائل بينه وبين ميكس يعني فرجينا يلا اسمعي اسمعي ها اسمعي ما يتلعبش جيتك رب العز جيتك يا عمري جاني جاني ولك يا هلا يا والله والله يا والله يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مليار تردف مليار ارحب يا تاج راسي الحكم الاول تفرجينا رسائلكم القديمه رسائلنا القديمه يعني اصحاب بين بعض شو على السوشيال ميديا ما بدناش يا عمري ويا قلبي على السوشيال ميديا بدنا تفرجينا رسائلكم القديمه طب رسائلنا القديمه يعني اصحاب بين بعض شو على السوشيال ميديا ما بدناش يا عمري ويا قلبي على السوشيال ميديا بدنا تفرجينا رسائلكم القديمه طب قسما بمن احل القسم وعز الجلال لله انه معاملتي انا وميكس برا السوشيال ميديا احلى من السوشيال ميديا بمليار مره كنت عايشه معهم يلا خلص كنت عايشه معنا عادي ترى اي اصحاب اي اصحاب بتمشكلوا مش لعب جمع اوكي اي اوكي اوكي اي اصحاب اثنين بتمشكلوا عادي يعني اتهاوش انا ومكس على الخاص مثلا اتهاوش الميكس اجي اجي اطلع اجي اطلع اني اطلع اطلع ترند اطلع ترند على ظهره
لا 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 مين قال مين قال الموضوع انه ينتهي لما ينتهي بأرضه لما الموضوع يصير على السوشيال ميديا. لا 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 مين قال نحكي على المشاكل؟ لا 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 شو محليه القمرة معاها تحت البحر كيفاش المنظر؟ كانت أورنجيزي. أيمن ارحب يا أيمن ارحب. أيمن فيت. نادي نقرب. الجولة في أحلام اتخذها. يا الله ثلاثين لريال مدريد يا الله الله ينصرك مدريد الله ينصرك مدريد يا حبيبي. أيوة يا أيمن أيمن فيتحة في نفس التليفون. محمد الحب حبيبي سلمان الله يخلي لي إياكم يا رب الله يحفظ لي إياكم. بدك تلعبي بسرعة. بلعب. جولة واحدة. بس من هسا. ارحب سكه سكه خلي خلي الاسد ينسكه اصبر من هسه بقول لك هسه اني بقسم اني اني انا في